ليه موضوع الحمل مش هيحصل خالص؟ هي متجوزة واحد ميت ولا ايه؟ لا خالص، العيب مش فيك. امال فيها؟ ولا العيب فيك؟ امال العيب فيك؟ الحقيقة انت سليم وهي سليمة، بس هي لو اتجوزت واحد تاني تخلف، وانت اذا اتجوزت واحدة تانية تخلف، انما انتوا الاتنين مع بعض ما تخلفوش. لان ايه ما نخلفش؟ امال عن بيض؟ ده رأي الطب. نو هو، مفيش امل. رهنك إذا كان الراجل ده أساساً مخلف دبدوب. على فكرة إحنا مش عايزين نروح لدكاترة تاني. بلا عياط بلا عرف. بص للعيال عندك اللي انت بتدرس لهم دول، وانت هتكرار الخلفه واللي عايزين يخلفوها كمان من التباتة اللي هم فيها. تباتة تباتة. انا نفسي اخلف يا لب، نفسي في عيل، عايزه عيل. وانا انا عايز تكييف. وانا كمان عايز عيل يا نوجة. يا بنت العبيطه، احنا لسه يا دوبك متجوزين بقالنا 7 سنين وقبليهم خطوبه 8، ها؟ يبقى 15 سنه. أنا فضلنا 10 ونبقى تقبيضة مع بعض. نحمد ربنا إنه ده في ناس بتقعد بال30 و40 سنة والله ما بيخلفوا، ولما بيموتوا برضه ما بيخلفوش. أنا مش عارف ليه. إيه؟ خلاص بقى. واقف بقى. أنت هتتنكي من أولها، ما تشربي بقى على طول. أنت مش شايفة. البسي طيب، البسي. هات. ده حمص الشام. ها؟ كنجت؟ ايه؟ فينك يا عم الفس بروسلي؟ الف 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 مبروك يا ريس. ايه؟ كرنيل محامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ، احنا قليلين كده بقى تقدر تترافع قدام التخين، ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 لا، اللي طبعا ده يطلع في الازمات. يعني ده مثلا يبقى كرنيه مثلا يطلع في لجنه، في كمين، كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده، مش اي حاجه يعني. بس فيها حاجه، الصوره برضك فيها صورتك. وريني وشك كده. اه ده الوش اللي بتجيب بالخضار. ما طبعا صورتي. انت قصدك ايه طيب؟ فيها حاجه كده، حاجه محترمه، فيها احترام. ايوه فخر.